كمان المدام منى اذا بدي احكي على الانسانيه، اذا بدي احكي على الحق، واذا بدي احكي على الصدق، اذا بدي احكي على عن جد شو يعني اعلامي، فهي المدام منى ابو حمزه. شكرا شكرا كثير لك. الاستاذ طه شيء ثاني على فكره، بس بدي اقول لكم شغله، انه انا كل ما اطلع بعد الحلقه فالكل بده يقول لي، بيقولوا لي شو بطوني معك، ليش كل مره بيعلق عليك شيء سلبي؟ قلت لهم محبه من الله، بس دائما كنت اسمع انه في اشخاص خليكم تحبوهم من وراء شاشه الكاميرا، وللاسف انه تمنيت لو ضليت حاببتهم من وراء شاشه التلفزيون. بشكركم كثير، شكرا 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 اكيد للمدام ليلى قلبي، المدام تعاني من وجعك وراح نشتاق لك كثير طبعا. خلص مشوارك ببرنامج مذيع العرب والمايكروفون الفضي اللي كان وسيله عبورك للبرنامج، مع الاسف عم تسلميه للجنه التحكيم اللي قدمت لك يا بالبدايه. تهاني المشوار طبعا ما خلص، انت اول مشتركه رح تغادرينا بهي المرحله من مذيع العرب. سالي كل المشتركين عم نحس بعصة قلب لما نوزعه. عايزه اقول لك منى ابو حمزه بتعيط، ويعني متاثره جدا. منى انت بتعيطي، انا بدي هني دوله فلسطين والفلسطينيين بكل العالم بتهاني اللي كانت خير ممثل لشعبها. ده حقيقي، ده حقيقي. نشكرك، واكيد بنشكر تهاني. ووصولها للمرحله دي ما كانش حاجه سهله، واكيد حاجه كبيره جدا بالنسبه لها. ودلوقتي وصلنا قيس لمرحله الاخطر في حلقتنا، وهي ميشن اوف ذا ويك، او مهمه الاسبوع اللي بيضعوها لها المشتركين بمرافقه المنتور. المهمه دي علامتها من 20 زي ما احنا عارفين، وهي اللي بتقلب النتيجه تماما في اخر الحلقه. لكن يا قيس الاسبوع ده في مفاجاه. شو هي المفاجأة؟ إن مفيش ميشن أوف ذا ويك من الأسبوع اللي جاي، لأن شكل الحلقة هيتغير تماما، وهيكون في مفاجآت وحاجات تانية مختلفة، لأن خلاص إحنا قربنا على نهاية البرنامج، برنامج مذيع العرب، وأكيد اللي هيوصل اللقب مش هتبقى حاجة سهلة بالنسبة له. المشتركين اللي معانا الأسبوع ده عملوا مقابلات مع الملكة أحلام، وفي منهم قدر إنه ياخد منها سكوب.